أكدت هند صبري في مقابلة مع برنامج رسائل على إذاعة نجوم اف ام أنها ما عندهاش خلافات مع حد، لأن ما عندهاش حاجات تختلف فيها معهم، والخلافات دي من أساطير الوسط الفني المتداولة. إحنا ننافس بعض كلنا، لكن فيما بيننا مودة متبادلة. وأشارت هند صبري إلى أنها تحضر جلسات للعلاج النفسي قائلة: بروح في حالات كتير لما بكون متضايقة، وساعات بيكون في أسئلة في دماغي مش عارفة أرد عليها، وأنا مؤمنة إن في ناس مهمتها تروح لها عشان تساعدك مش شايفة فيها أي عيب. وتحدثت خلال اللقاء عن زوجها لافتة إلى أنه نادرا ما يشاهد أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنه شاهد حلاوة الدنيا والجزيرة وعمارة يعقوبيان وبعض حلقات عايزة أتجوز. ووجهت له رسالة على الهواء قالت فيها: ربنا يخليك ليا كل سنة، وانت ظهري وسندي وأبو بناتي وصديقي المفضل. كذلك وجهت رسالة للفنانة حنان ترك وصرحت بأنها وحشتها جدا لأنهم أصدقاء، وعن عودتها للفن مرة أخرى رأت أنها تتمنى سعادتها سواء عادت أم لم تعد للوسط الفني. صبري مولودة 20 نوفمبر 1979، ممثلة تونسية اشتهرت بعملها في مصر، ولدت في ولاية قبلي بتونس، وعرفت منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما موسم الرجال وصمت القبور. ديت هند صبري. ومن المعروف أن هند كانت قد ارتبطت بخطبتين من قبل، ولكنهما لم يستمرا لفترة طويلة. الأولى كانت من الفنان السوري باسل الخياط، والثانية من المؤلف المصري محمد حفظي. وفي مارس 2008 تم زواج النجمة هند صبري في قصر من القصور القديمة في تونس، وهو قصر البايات في الضاحية التونسية منوبة، وبه قاعة من أشيك وأجمل قاعات الاحتفالات في تونس. ده هنا مع جوزها المصري رجل الأعمال. وعن كيفية لقائها بزوجها فقالت هند أن ذلك كان عن طريق صديقة مشتركة بينهم، وأن زواجهما تم بعد مرور عام وثلاث أشهر من تعارفهما. وحول طريقة تقدم زوجها لطلب يدها فذكرت هند صبري أن ذلك كان بعد موقف طريف، وهو أنه بعد حضورهما لعرض ستاند أب كوميدي، وعندما أوصلها إلى المنزل ذهب إلى إحدى ماكينات الصرف الآلي، ولكن بسبب ارتباكه الشديد وقتها فقد بطاقته الائتمانية بداخل الآلة، وسارع بالتقدم لطلب يدها وهي من جانبها وافقت على الفور. وقد اشترطت هند صبري على زوجها أحمد الشريف أن يتم حفل الزفاف في تونس وبالطقوس التونسية، وهذا الأمر الذي أدى إلى نشوب خلاف بينهما في ليلة الزفاف، حيث ظهرت هند صبري بالطقوس التونسية في حين رفض زوجها أحمد الشريف أي طقوس تونسية ورفض ارتداء البرنس والجبة، لبس بدلة عادية لكن هي لبست الزي التونسي، ودي كانت مراسم زفافها في تونس. هنا في العربية هنا بيلبسها الدبلة. وقد حرصت النجمة هند صبري على دعوة صديقتها الفنانة منة شلبي لتحضر معها جميع مراسم الزواج والاحتفال، والتي تمتد لمدة 3 أيام من الجمعة حتى الأحد. وساعتها نفت السفارة التونسية ما تردد من قيام طائرة خاصة تحمل عددا كبيرا من النجوم إلى تونس، وأكدت أن من حصل على التأشيرة لا يتعدى أصابع اليد، وفي مقدمتهم منة شلبي وخالد أبو النجا وأحمد رزق ومحمود حميدة. مما يذكر أن أحمد الشريف زوج هند صبري رجل أعمال يبلغ الآن من العمر حوالي 39 سنة، ويحمل الجنسية الكندية والجنسية المصرية، ويعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر.
والطريف أنه حين تعرف على هند صبري لم يكن يعلم أنها فنانة، وذلك ما جذب هند له لأنه أحبها كإنسانة وانجذب لشخصيتها وليس كونها فنانة. وفي مايو 2013 رزقت النجمة التونسية هند صبري بطفلتها الثانية وأطلقت عليها اسم ليلى، حيث كتبت على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: ابنتي الثانية ليلى وصلت بالسلامة الحمد لله، شكرا أصدقائي الأوفياء على مساندتكم في أصعب الأوقات وفي أحلى الأوقات. يشار إلى أن هند صبري لديها ابنة أخرى هي عليا، والتي كانت رزقت بها منذ سنوات، وانهالت التعليقات على صفحة هند صبري لتبارك لها قدوم ابنتها الثانية. وأكدت الفنانة التونسية هند صبري أن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف لا يتعمد عدم الظهور معها في المناسبات العامة والفنية المختلفة، ولكنه لا يحب عالم الأضواء ويفضل التركيز على أعماله الاقتصادية. أكثر صفة تكرهها هند في زوجها كشفتها خلال حلولها ضيفة في أول حلقات برنامج الخزنة في موسمه الثاني قائلة: بروده. وعندما حاول مقدم البرنامج الفنان المصري أمير كرارة تلطيف أثر الكلمة قائلا: مشيها هدوء عشان تعدي على خير، هند شددت على أن زوجها لا يتعامل معها كممثلة مشهورة، بل أنه يتعمد البعد عن هذا الجزء في حياتها. خلال حياتهما الزوجية، لافتة إلى أن أكثر صفة شدتها في أحمد هي الثقة بالنفس وعدم تأثره بالهالة الموجودة حولها كامرأة مشهورة. الغريب أن الممثلة التونسية كشفت عن أن زوجها لا يغير عليها، مبررة ذلك بأنه لا توجد فرصة للغيرة لأنهما ليسا ثنائي اجتماعي ولا يتواجدان في مناسبات فنية أو اجتماعية كثيرا، بالإضافة إلى أن هند خلال عملية تكون مشغولة في التصوير ولا يوجد ما يثير غيرة زوجها من ذلك. وقد سافرت النجمة التونسية هند صبري لأحد القرى السياحية الساحلية لقضاء أجازة مع أسرتها، وذلك بعد موسم طويل تخلله تصوير مسلسل إمبراطورية 2 وفيلم الجزيرة 2. هند شاركت متابعيها على إنستغرام بصورة خاصة ظهرت فيها تحتضن ابنتها الكبرى عليا، وفي الوقت الذي حرصت فيها على عدم إظهار وجهها كعادتها. دي الصورة مع ابنتها علي. توقع فانز الفنانة أن تكون ابنتها قريبة الشبه من هند. الممثلة التونسية عادت وداعبت جمهورها بصورة التقطتها على طريقة السيلفي. والطريف أن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف ظهر في خلفية الصورة، وهي اللقطة التي أثارت إعجاب متابعيها. دي صورة سيلفي وجوزها وراه. وفي مقابلة مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج المتاهة، كشفت النجمة التونسية هند صبري أنها كادت تفقد حياتها وهي طفلة بسبب اندفاعها. وقالت هند: ما إن لمحت والدتي وهي قادمة بسيارتها أثناء خروجي من المدرسة، حتى اندفعت ناحية الشارع، ولكنني لم ألحظ وجود تاكسي على الطريق فصدمني ودهس ذراعي. من ناحية أخرى، استطاعت الفنانة التونسية هند صبري أن تنجح في أدوارها المصرية باللكنة العامية كأنها فنانة مصرية خالصة، وبرعت هند صبري أيضا في الأدوار الصعيدية وكأنها بالفعل فتاة مولودة في أقصى الصعيد. ولفتت نظر المخرجة إيناس الدغيدي فتعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة 2001، والذي يحكي قصة مراهقة مصرية من خلال مذكراتها، وهذا الدور الذي أعطاها شهرة واسعة في العالم العربي، ومن ثم لمع اسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات في السينما المصرية. نالت عام 2004 جائزة أحسن ممثلة من المركز الكاثوليكي المصري عن دورها في فيلم أحلى الأوقات. شاركت في نوفمبر 2007 في مهرجان دمشق السينمائي الدولي كعضوة في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة. تحصلت هند صبري على درجة ماجستير في حقوق الملكية الفكرية، وهي مسجلة منذ 2007 في جداول المحاماة.